السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة تقسيم تعقيد، وإن شاء الله النهاردة هنشرح رياضيات للصف الرابع الابتدائي. منهج الصف الرابع داخل على الترم الثاني، داخلة مش كويسة، داخلة على القسمة وداخل بعدها على الكسور. طيب النهاردة هشرح لكم درس كسور، هعرفك يعني إيه كسر حقيقي ويعني إيه كسر فعلي، وإزاي أحول عدد كسري إلى كسر الحقيقي، تمام؟ وإزاي أحول كسر إلى عدد صحيح وإيه؟ وعدد وكسر، تمام؟ الأول قبل ما ادخل على الكسور لازم ابني يكون عارف القسمه كويس جدا جدا. لما اقول له 9 على 3 فيها الكام؟ ايه اللي اضربه في 3 يديني 9؟ ايه اللي اضربه في 5 يديني 20؟ لازم يكون عدد كويس جدا. وحاجه ثانيه، جدول الضرب. نو واي، لازم جدول ايه؟ الضرب. طيب اول حاجه، الاول لازم نعرف يعني ايه كسر فعلي. كسر فعلي اهو ده كده اسمه كسر ايه؟ فعلي، اللي هو ربع. امتى يكون كسر فعلي؟ ده اسمه بسط، وده اسمه ايه؟ مقام. لما يكون كسر فعلي لما البسط يكون اقل من ايه؟ لازم البسط يكون اقل من المقام، ده كده اسمه كسر فعلي. طيب او كسر حقيقي. طب ايه هو الكسر غير حقيقي؟ لما اقول كده، لما يكون البسط اكبر من المقام، فبالتالي مش هيدي لي كسر حقيقي، هيكون كسر ايه؟ كسر غير حقيقي. الاول لازم الطفل يعرف يعني ايه كسر حقيقي وكسر غير حقيقي، لان الدرس النهارده بيتكلم ازاي احول كسر حقيقي الى كسر ايه؟ غير حقيقي. يبقى ده الكسر الحقيقي لازم البسط يكون اقل من المقام، الكسر غير حقيقي البسط اكبر من المقام. طيب ده اسمه ايه؟ كسر. طب ده كده لو حطيت له هنا رقم يبقى بقى اسمه عدد كسري، عدد كسري، عدد كسري. طيب السؤال والدرس بيقول لي تحويل الاعداد الكسريه الى اعداد غير حقيقيه، تمام؟ اعمل ايه؟ هقول لك حاجه بسيطه جدا جدا جدا، انا عايز احول ده لعدد ايه؟ لعدد كسري. اعمل ايه يا مستر؟ هقول لك حاجه كويسه جدا جدا جدا. بص انا واقف اهو، دي ايه؟ راسي، وتحت في ايه؟ رجلي، واللي في الجنب ده ايه؟ ايدي. يبقى دي ايد الكسر، ودي رجل الكسر، ودي راس الكسر. عايز تقول ايه يعني؟ عايز اقول لك لما تيجي تحول عدد صحيح وكسر الى عدد غير كسري، هتضرب ايده في راسه زائد رجله، ايده في راسه زائد مين؟ زائد رجله، ايده في راسه زائد رجله، ايده في راسه زائد رجله، عفوا، ايده في رجله زائد راسه، ايده في رجله زائد راسه، ايده في رجله زائد راسه. ايده في الجنب، انا ايدي في الجنب، رجلي تحت، رجلي اللي هو تحت، راسي فوق، ايده في رجله زائد راسه. قول كده، هتحفظها وتنفعك فيما بعد لعند ما تخلص. ايده في رجله زائد، تعالى اضرب كده في الايده اهي، 3 في 4 بكام؟ ب 12، 12 زائد 1 13، 13 اهي، والباص المقام زي ما هو. ايوه انا كده وصلت للايه؟ للمراد، حولت العدد الكسري الى عدد غير صحيح او كسر غير حقيقي. ليه كسر غير حقيقي؟ لان الباص اكبر من المقام، الباص اكبر من المقام، تمام؟ طيب واحده كمان، بيقول لي 1 واثنين على أربعة، حولها لي إلى كسر غير إيه؟ حقيقي أو عدد أو كسر، ده كده اسمه عدد كسري. طيب أقول له إيه؟ إيده في رجله زائد راسه، إيده في رجله، الواحد في أربعة بكام؟ بأربعة، زائد راسه أربعة واثنين ستة، ستة على كام؟ المقام زي ما هو، ستة على أربعة، فعلا كسر غير حقيقي، البسط أكبر المقام، ومش عايز أعيد كتير. طيب إزاي بقى أرجع ده لعدد كسري؟ الدرس اللي بعده بيقول لي تحويل الكسر الغير حقيقي لعدد كسري، تمام؟ وليكن ده، انا عايز ارجع ده اخليه عدد ايه؟ اخليه عدد كسري، اخليه عدد كسري، عدد وكسر، ده كده اسمه عدد وكسر. اعمل ايه؟ بقول لابني كده 13 على 4 تنفع القسمه؟ قول لي لا، عشان لازم جدول الضرب والقسمه يكونوا ممتازين جدا فيهم. 13 على 4 تقبل القسمه؟ لا. طب انزل، ما ينفعش اطلع فوق، انزل تحت ايه؟ درجه كام؟ 12، 12 على 4 تقبل القسمة؟ اه تقبل القسمة. كام؟ 12 على 4 فيها ال 3. فاضل لي انا نزلت كام درجة من 13؟ واحدة، أهي واحدة والأربعة زي ما هي. يبقى أنا حولت ده من عدد كسري أو كسر غير حقيقي لعدد كسر، رجعته لأصله تاني. يبقى الدرسين دول ورا بعض، إزاي أحول من عدد كسري إلى كسر غير حقيقي، وإزاي أحول كسر غير حقيقي لعدد كسري، تمام؟ واحدة كمان، واحدة كمان.
11 على 2. بقول لي حول لي ده، طبعا ده كسر غير حقيقي، عرفت منين؟ البسط اكبر المقام. حول لي ده الى عدد وكسر، هقول له كده ال10 ال11 يا ماما تقبل قسم على 2؟ هيقول لي لا، هتقول لي لا يا ماما. طيب ال10 تقبل قسم على 2؟ اه. 10 على 2 فيها الكام؟ فيها الخمسة. وبعدين انا نزلت كام درجه؟ 1. تمام، نزلت كام درجه؟ 1. 1 احط المقام تاني، يبقى هو كده ايه، انا حولت الايه، حولت العدد الكسر الحقيقي لعدد كسر. طب عايز ارجعه تاني، ايده في رجله زي راسه، 2 في 5 ب 10 1 11 على 2، يبقى انا حل صح. درس مهم جدا 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 وبتلخبط فيه كتير ناس جدا جدا، بس الموضوع كله احنا عايزين توجد طريقه سهله وحاجه كويسه وحاجه مسليه للطفل عشان يحب المنهج. تمام، عشان يحب المنهج. بقول لكم نصيحه لوجه الله، ما تحاولش تشرح درس، يعني انا شرحت الوحده دي كلها اكتر من 8 دروس، شرحت درس 2 3 4 5 تمام، وانا بشرح في الخامس، ما حاولش اجيب لابني الدرس الاول تاني واقول له خد حل المساله دي. ليه؟ مستحيل مستحيل هيفتكر، هو بيفتكر وقتها بس. ليه؟ هقول لكم بس ليه. لما نخلص المنهج ونلاقي تدريبات هو لوحده دايركت، تمام. ما تقولش ابني فاشل او ابني مش مستوعب، لا لا لا، ده طبيعي جدا جدا جدا. ما تعديش الدرس بست دروس وترجع تقول له يا بابا تحط له مساله من القديم، والله ما هيجيبها ابدا، الرياضه كده. تمام، طب امتى بقى يعرف؟ لما يدخل على التدريبات هيحل مساله، هيفتكر بقى دي بقى كنا بنحلها كذا بنحلها كذا، هياخد سيستم الامتحانات هتلاقي بيحل لوحده سهل جدا جدا. لكن ما تحاولش ترجع تاني للحاجه اللي انت خدتها، صدقني هتندم. لو حابين نكمل بالطريقه دي يا ريت تعليقات ولايك عشان نكمل وشير، لو مش عايزين نكمل خلاص كفى الله المؤمنين القتال. بس السؤال جالي مهم جدا جدا، لو عايزين نشرح القسمه اللي عدت، لو انتوا لسه ما خدتهاش نشرحها القسمه لانها مهمه جدا جدا وصعبه، بس انا قلت اكيد كلكم خلصتوها، لو مش خلصتوها عرفوني ونشرحها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.